أيها الأحبة، عندما نعيش ذكرى علي عليه السلام في هذا اليوم الذي استقبل به ربه في مسجد الكوفة، فعلينا أن نرتفع إلى مستوى علي عليه السلام، أن نحفظ الإسلام كما حفظه، وأن نخلص لله ولرسوله كما أخلص لهما، وأن يكون رضا الله كل همنا، وأن نبتعد عن كل العصبيات، وأن نبتعد عن كل الحساسيات. أيها الأحبة، إن عليا يريد للذين يلتزمون خطه ويسيرون معه أن يكونوا في مستوى المسؤولية، أن يعيش المؤمن أخوة المؤمن، وأن يهتم المؤمن بما يصيب المؤمن الآخر. ابتعدوا عن كل ما يفرقكم، ابتعدوا عن كل عصبياتكم، لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي أراد الله فيه أن يكون شهرا للمغفرة والرحمة، يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا، فتعالوا لنغفر لبعضنا البعض وليرحم بعضنا بعضا. تعالوا، والواقع الذي نعيشه من أصعب ما يعيشه المسلمون، تعالوا لنرحم هذا الواقع، واقع المسلمين، فلا نثقله بكل ما لدينا من عصبيات طائفية ومذهبية وحزبية. تعالوا نرتفع إلى الله لنطلب رضاه، ولا شيء إلا رضاه، لنحبه كما أحبه علي. ولذلك لا بد لنا، فهبني يا إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. تعالوا نسر مع علي إلى الله لنكون القريبين إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.